بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلاب كلية العلوم قسم الأحياء، النهاردة نتكلم في جزء الحبليات الكورداتا، وبنتكلم في شعيبة الفقريات، وهي طبعا أكبر شعيبة في شعبة الحبليات. الشعبة دي أو الشعيبة دي اللي هي تبع شعبة الحبليات فقريات. ليه؟ لأن الحبل الظهري بدأ يتحول زي ما انتم شايفين يبقى عمود فقري. طيب، ينتمي إلى هذه الشعيبة الإنسان، وتضم 6 طوائف رئيسية، 6 كلاسز موجودين، وحوالي 1000 نوع من الحبليات المختلفة. الصفات العامة اللي هنبدأ نتكلم فيها، أول حاجة من الصفات العامة نتكلم على الجهاز الجلدي أو الانتجومنتري سيستم. تمتلك الفقريات جلد حقيقي، يبقى الجلد قبل كده ما كانش جلد حقيقي لأنه كان يفتقد بعض المميزات والتركيب الأساسي، لكن الجلد في الفقريات أصبح جلد حقيقي، ويتميز بوجود بشرة بدل ما كانت طبقة واحدة أصبحت عديدة الطبقات، وتبقى استراتيفايد سكواماس إبسيلين، استراتيفايد سكواماس إبيثيليوم، يعني طلائية أرشفية بس عادي طبقية، يبقى هي عبارة عن طلائية أرشفية طبقية، يبقى عدة طبقات، عدد الطبقات. يبقى ده بالنسبة لأول جزء من أجزاء الجلد زي ما أنت عارف، اللي هي البشرة الإبيديرمس. الطبقة اللي بعد كده اللي هي الإبيديرمس دي الأول واحدة أهي، الطبقة التانية اللي هي الديرمس اللي هي طبقة الإيه؟ الأدمة، وهي تبقى طبعا نسيج ضم. فجو النسيج الضم الفجوي يتميز بوجود نهاية العصبية ونهاية الأوعية الدموية وشعيرات والأوردة والكلام من ده. طيب، بعد كده يحتوي الجلد على غدد، خلاص أصبح جلد حقيقي يبقى لازم يكون فيه غدد. يحتوي الجلد أيضا على خلايا صبغية اللي هي الميلانوفورز، اللي هي البيجمنت سيلز اللي هي بتدي اللون للجلد، عشان كده الجلد مش شفاف مثلا زي السهيم اللي اخدناه اخر حاجه. يمتلك على مشتقات الجلد وهو الهيكل الخارجي. الهيكل الخارجي مصنوع منين؟ من الجلد، وهو مشتقات الجلد زي الهير، الشعر، الريش في الطيور، الاظافر والمخالب في الايه الزواحف والكلام من ده. أصبح أي حاجة مكون من الجلد بيسموه الهيكل الخارجي، يبقى فيه مشتقات الجلد موجودة في الجلد، أصبح جلد حقيقي. يحتوي على مستقبلات الحس اللي هي السنسوري ريسبتور، بقى مستقبلات الحس اللي هي الحرارة، الضغط، أو إيه أي حاجة تانية موجودة من المستقبلات الموجودة في الجلد، يبقى أصبح جلد حقيقي. دي من مميزات الجلد الحقيقي الموجود في الفقريات. الجهاز اللي بعد كده هو الجهاز الهيكلي السكيليتون سيستم، يبقى ده السكيليتال سيستم، سكيليتال سيستم او السكيليتون الهيكل. الهيكل زي ما انت عارف عبارة عن هيكل خارجي اللي هو الاكزو سكيليتون واندو سكيليتون، هو الهيكل ايه الداخلي. الهيكل الخارجي قلنا مشتقات الجلد، يعني من الجلد زي الحراشيف في الأسماك، الريش في الطيور، الأظافر في الإنسان أو المخالب، والشعر، كل ده بيبقى موجود في الثدييات. طيب الهيكل الداخلي خلاص يبقى جوه الجسم، يبقى خلاص اندوسكيلتون، وإما يكون عظمي في الأسماك العظمية مثلا والفقريات الأخرى المتطورة، أو غضروفي في الأسماك الغضروفية. الهيكل الداخلي ده يتقسم إلى هيكل داخلي محوري بيسموه أكزيل سكيلتون اللي هو الهيكل المحوري، ويشمل ايه اي شيء بيعد في محور او في منتصف جسم الايه الكائن اللي هو الجمجمه والعمود الفقري اللي مرتبط بيها الايه الربس او الضلوع. الهيكل بعد كده هو الهيكل الداخلي اللي هو الاندوسكيلتون، اما هيتكون من مجموعة من احنا قلنا الجمجمة اللي هقول ايه والعمود الفقري والضلوع، دول تبع الجهاز الايه الهيكل الداخلي الايه المحوري. الطرف عبارة عن ايه؟ عبارة عن الأحزمة
اللي هي هتبقى مرتبطة بالعمود الفقري وما يرتبط بها، وكمان معاها الايه القص. وهو الأحزمة بيرتبط بيها زوجين من الايه الأطراف، الطرف الأمامي والطرف الخلفي، ده إذا كان بيعيش على الأرض، أو تكون مجموعة من الإيه الزعانف إذا كانت بتعيش في الماء عشان تحرك بواسطة الزعانف. هيبقى في الزعنفة الصدرية وفي الزعنفة الحوضية البلفيك فين البكترال فين، وأول إيه أطراف متفصلة. يبقى أنا دلوقتي عندي هيكل داخلي طرفي عبارة عن مجموعة من الأحزمة والقص وزوجين من الأطراف إذا كان بيعيش في على الأرض بيسموها أطراف متمفصلة، أو إذا كان بيعيش في الماء فده بيتحرك بواسطة إيه مجموعة من الزعانف. الحبل الظاهري في الجنين طبعا بيبدأ في الجنين، يبقى ظاهر في الجنين، لكنه يستبدل ويتحور ويتطور ويديك العمود الفقري في الطور اليخ. بعد كده يمتلك العمود الفقري عدد من الايه الفقرات، يبقى الفرتبرا، فرتبرا فقرة، وفرتبري فقرات، عشان كده سموه الفرتبرال كولم يعني عمود فقري. وطالما الحبل الظهري تحور بقى عمود فقري نقول عليهم الفقريات. في الفقري الفقريات يبقى في مجموعة من اللافكيات والفكيات. بعض اللافكيات اللي هي لها حيوان لها اسنان لكن ليس لها ايه فك يحمل هذه الاسنان يمتلك عمود فقري بيسموه العمود الفقري الابتدائي، سموه البريميتر فيرتبرال كولم. هذا البريميتر فيرتبرال كولم ليس على درجه عاليه من التطور في التركيب الايه النهائي للفقره، يعني عشان كده قلنا ليه عمود فقري ابتدائي. هو بيبقى عباره عن حبل ظهري لكنه مدعم بحلقات غضروفية مقسمة بطول الايه الجسم، يبقى هو لا تقدر تقول عليه حبل ظهري بس، ولا تقدر تقول برضو عليه ان هو عمود فقري، لكنه هو يجمع ما بين الاتنين فهو عمود فقري ابتدائي لانه مدعم بحلقات غضروفية تبقى موجودة على الناحية الظهرية والناحية البطنية. تبقى الناحية الظهرية فقط في المنطقة الأمامية للجسم، تبقى الناحية الظهرية والناحية البطنية في منطقة الدي. وجود أيضا بعد كده الكرينيوم. الكرينيوم اللي هو صندوق المخ، المحيط بالمخ، يعني لو أنت عندك الحبل الظهري كان بالشكل ده هتيجي تبص تلاقيه الجزء الأمامي ده بقى أصبح بيحيط بيه البرين، الجزء الامامي ده هو اللي بتقول عليه السكال. السكال يعني نشوف الوقت بتتكون من ايه، الجزء اللي بيحيط بالبرين ده بيسموه الكرينيوم او صندوق المخ اللي هو البرين بوكس، البرين بوكس. بعد كده بعد الجمجمه بقى يطلع ايه مجموعه منين من الفقرات اللي هي العمود الفقري. الجمجمه بقى عشان تبقى جمجمه اللي هي الفول سكال، الجمجمه الكامله يعني، عبارة عن الكرينيوم اللي احنا قلنا عليه صندوق المخ نفسه ومعاه المحافظ الحس وكمان معاه الأقواس الحشوية. تلات تراكيب دول مع بعض يبقى كده انت عندك جمجمة كاملة، كرينيوم محافظ الحس والأقواس الحشوية، ده اللي بيتكون منه الجمجمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.